zombie apocalypse. السلام عليكم ورحمه الله. اذا الفيديو ديال اليوم هو تصحيح الفرض المنزلي رقم 2 المستوى الدراسي سنه الثانيه علوم تجريبيه. اذا عندنا التمرين الاول والتمرين رقم 2 كاين الفرض المنزلي ومحاوله دراسه الاتصال. نعتبر الداله المعرفه بما يلي ودرس اتصال الداله اف في العدد ناقص 1. اذا الاتصال باش ندرسوا اتصال داله في واحد العدد كيخصنا نحسبوا النهايه. نحسبوا النهايه ليميت لما x تؤول الى ذلك العدد اللي هو ناقص 1 ديال الداله العدديه f في x. نعوض هذه الداله بالقيمه ديالها بالتعبير ديالها عندنا هي x او كاري زائد 5 x زائد 4 الكل على x زائد 1. اذا في هذه الحاله عوضنا بناقص 1 في النهايه اول حاجه غنديرو هي التعويض. نعوضو بناقص 1 ناقص 1 اس 2 هي 1 زائد 4 هي 5 ناقص 1 في 5 هي ناقص 5 5 ناقص 5 هي 0 0 في البسط وعندي هنا ناقص 1 زائد 1 0 في المقام. اذا عندي شكل غير محدد في هذه الحاله كنلجأ للتعميل. الوغ بما ان هذه المقام هو عباره عن حدوديه فهذه الحدوديه من الدرجه الاولى يمكنش ليا نعملها. اذا هذا هو التعميل ديالها ما كاينش شي تعميل اخر بالنسبه لهذه الحدوديه. حدوديه من درجه 1 ما عندك ما تعمل فيها. ندوزو دابا الفوق عندي حدودين من الدرجه الثانيه. الوغ نرجعو القاعده هذيك ديال يا اما نخدمو بدلتا ونعملوها يا اما نديرو قسم الاقليديه وكاين واحد لاستيس. اذا في هذه الحاله غنخدمو به. هنا عندنا اكس وكاري زائد 5 اكس زائد 4. اذا هذه الحدوديه هذه فهي تقبل القسمه على اكس زائد 1. علاش؟ لان ناقص 1 هو جدر للحدوديه. اذا يا اما دير القسمه يا اما دير لاستيس. اذا في هذه الحاله فغتكون عندي هذه الحدوديه هي اكس المقابل لهذا العدد اللي هنايا كنحطو هنا غتولي زائد 1 عوض ناقص 1 نحط زائد 1 نحط المقابل ديال هذا العدد اللي عندي هنا. وهذا العدد اللي كاين هنا كيفاش كنلقاوه؟ هذا العدد اللي حدا اكس هنا كيفاش غادي نلقاوه؟ كنشد هذا العدد هذا 4 وكنقسمو على هذا نقسمو على بالاشارات ديالهم. كانت عندي ناقص 4 نقسمها على 1 كانت عندي زائد 4 نشد هذيك زائد 4 نقسمها على 1. اذا زائد 4 مقسومه على زائد 1 هي 4. الوغ هنا غتكون عندي زائد 4. ويمكن لك تفيريفي هنايا الا ضربتي هادي الا نشرتيها غتعطيك هادي. يعني اكس في اكس هي اكس او كاري واحد اكس زائد 4 اكس هي زائد 5 اكس وواحد في 4 هي 4. وثم عندي المقام عندي فيه اكس زائد 1. في هذه الحاله غنختزل ب هاد اكس زائد 1. هذا هو اللي كنخلق ليا مشكل في النهايه. يعني هو اللي كيخلي ليا الشكل غير محدد. في هذه الحالة شيبقى ليا شيبقى عندي ليميت نسيت هنا مكتبش ناقص 1 ليميت ديال اكس تؤول الى ناقص 1 غتبقى ليا هنا غير اكس زائد 4 ناقص 1 زائد 4 هي زائد 3. اذا بما ان ليميت ديال اكس تؤول الى ناقص 1 ديال اف دو اكس شو تساوي هذيك 3 راه هو اف ديال ناقص 1 تساوي اف ديال ناقص 1. يعني النهايه تساوي الصوره. في هذه الحاله فان الداله اف متصله في العدد ناقص 1 فان الداله اف متصله في ناقص 1. الجواب ديال التمرين الاول هو هذا. ندوز دابا للتمرين رقم 2. التمرين رقم 2 الوغ التمرين رقم 2 حتى هو نفس السؤال تقريبا. هو عاطينا التعبير ديال الداله اف لما كتكون اكس تخالف 2 وعاطينا الصوره ديال 2 هي ام. حدد قيمه العدد ام بحيث تكون الداله اف متصله. اذا حنا غادي نناقشوا هاد المتصله كيفاش. اف داله متصله في العدد 2 يعني انها اذا ليميت ديال اكس تساوي الى 2 ديال اف يعني النهايه تساوي الصوره تساوي اف ديال 2. يعني هذه النهايه لما اكس تساوي الى 2 ديال اف ديال اكس تساوي صوره العدد 2. وصوره العدد 2 شنو هي؟ راه عاطينها لنا تما راه هي ان.
الو غنحسبوا النهايه، غنحسبوا النهايه، وهذيك النهايه اللي تخرج لينا راه هي العدد ان، يعني هو هذا العدد اللي طلبوا منا نحسبوه. الو هنا بالنسبه لهذه الحاله غنحسب النهايه، النهايه لما اكس تؤول، النهايه لما اكس تؤول هي 2 ديال هذه الداله هذه، غنحسبوا النهايه. الو هذيك النهايه اللي تخرج لينا راه هي العدد ان بالنسبه لهذه الحاله. فهنا غنعوض الداله اف بالقيمه ديالها، الداله اف عندنا هي 3 ناقص الغاسين 1 زائد 4 اكس الكل على اكس يساوي 2 زائد اكس ناقص 6. ونعوضوا لعوضنا، فالعوض باثنان، 2 في 4 هي 8 زائد 1 هي 9، الغاسين ديال 9 هو 3، 3 ناقص 3 0. في المقام 2 و 2 هي 4 زائد 2 هي 6، 6 ناقص 6 هي 0. اذا هنا عندي شكل غير محدد، اش خاصني ندير؟ خاصني التعميل، يعني خاصني نعمل هذا، ولكن الا اقتصرنا غير على التعميل، عملنا غير هذه ما اختزلوش، حيت الفوق عندي فيه الجذر، اذا ما عنديش شي اختزال غادي يكون عندي. شنو خاصني ندير؟ ماشي غير نعمل هذه، خاصني نضرب حتى في المرافق باش يتحيد لي هذا الغاسين. اذا المرافق ديال هذه شنو هو؟ انا خاصني نضرب في المرافق ليميت ديال اكس تساوي لي 2، ونضرب في المرافق 3 ناقص الغاسين ديال 1 زائد 4 اكس، هذا المرافق ديالها هو 3 زائد الغاسين ديال 1 زائد 4 اكس، ولتحت عندي نخليها ما نعملهاش دابا حتى نحتاجها. اذا هنا عندي هذه مضروبه في المرافق، المرافق ديال الفوقاني. في هذه الحاله عندي هنا ا ناقص بي عامل لي ا زائد بي، اذا هذه مشتبقه هامه بالنسبه لهذه الحاله. فغنكتبها هي 3 اس 2 ناقص الغاسين ديال 1 زائد 4 اكس الكل اس 2. بالنسبه لهنا الغاسين مع الكاري مشى، يمشي الغاسين مع الكاري، ولكن هنا ما تنساش بلي عندك ناقص مسبوقه، اذا هنا خاصين ديال الاقواس، هاد ناقص هادي راه تضرب فيهم كاملين، حيت هاد ناقص كانت على الجذر كامل، اذا حيدتي الجذر فهاد ناقص عليهم كاملين. ثم هنا عندك 3 اس 2 هي 9، ثم عندك في المقام عندك اكس 2 زائد اكس ناقص 6، غادي نعملوها كيف ما درنا الاخر. اذا عندك هنا 3 زائد الغاسين ديال 1 زائد 4 اكس. الو هنا نحاول نحسبوا هادشي، شحال يكون عندنا هنا؟ 9 ناقص 1 هي 8 ناقص 4 ناقص 4 اكس الكل عندنا. هادي دابا نعملوها، عندنا اكس 2 زائد اكس ناقص 6، ياك في الاول عوضها ب 2 عطاتني 0، الو 2 جذر للحدوديه، اذا هنا غندير اكس المقابل ديال داك الجذر اللي هو ناقص 2، وهنا ندير اكس، وكيفاش غنلقى هذا العدد هذا؟ الو غنشد هذا العدد الاخراني هذا اللي سالينا به ناقص 6 ونقسمو على ناقص 2، ناقص 6 على ناقص 2 هي 3، الو زائد 3، وما تنساش ليا هذا العدد هذا اللي كنا دايرينو اللي كان عندنا الفوق، هذا هو المرافق. هنا غادي نعمل بناقص 4 باش يبان ليك واحد الاختزال هنا، إذا تعطيني هنا ناقص 4 عامل، أولا هنا ناقص 4 مضروبة في إكس أتقاني إكس، وهنا 8 الإشارة ديالها موجبة وحنا عملنا بناقص، إذا نخرج لي واحد ناقص، ثم عندي 8 4 في 2، إذا تبقى لي ناقص 2، ودابا راه بان لينا واحد الاختزال نديرو من بعد نحسبو النهاية. بشكل عادي، إذا هنا غتمشي لنا هادي، هاد إكس ناقص 2 مع إكس ناقص 2، غتبقى لينا هادي، يبقى لنا هاد التعبير هذا، ناقص 4 على إكس زائد 3 على 3 زائد غاسين ديال 1 زائد 4، ودابا ساهل، إلا عوضت بإثنان هنا في الجذر، 2 في 4 هي 8، 8 زائد 1 هي 9، الجذر ديال 9 هو 3، 3 زائد 3 هو 6، حسب معايا 6، وهنا 2 زائد 5، 2 زائد 5، 2 زائد 5 زائد 3 عفوا، 2 زائد 3 هي 5، و 5 نضربوها في 6 هي 30، تعطيني ناقص 4 على 30، إذا النهاية تعطيني ناقص 4 على 30، وهذا ناقص 4 على 30 هي ناقص 2 على 15، هي ناقص 2 على 15. إذا ما هي قيمة إم؟ قيمة إم بحيث تكون الدالة إف متصلة، هاد الإم ضروري ما تكون هي ناقص 2 على 15 باش تكون الدالة إف متصلة، حيت إلا ما كانتش ناقص 2 على 15 اعتبروا مثلا إم 101
نتيجه مخالفه ناقص 2 على 15 ان هي 1. حسبنا النهايه اللي النهايه في 2 شحال عطاتني او اف ديال 2 شنو خاصها تكون؟ خاصها تكون هاد النهايه اللي حسبنا. الو الا كانت هذه هي 1 يعني اف ديال 2 هي 1 والنهايه ديال 2 هي ناقص 2 على 15 نهايته خالف الصوره وبالتالي فان اف غير متصل هذا ما يخالف المطايف. هنا دايرين الداله اف متصله في 2 اذا باش تكون اف متصله في 2 خاص تكون هذه النهايه تساوي هذه الصوره. اذا هذه النهايه اللي خرجت لك هنايا خاصها تكون هي ان خاص تكون هي ان وبالتالي فان الداله اف متصله. اذا بالنسبه لهنا بما ان الداله اف متصله فان النهايه تساوي اف ديال 2 فان النهايه تساوي ان والنهايه اللي حسبناها هنايا ناقص 2 على 15 اي ان ام القيمة ديال ام هي ناقص 2 على 15. فنكملنا التمرين الاول والثاني.